الله وبركاته. إني التدريسية نهى كريم حميد رشيد، تدريسية في كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة بابل قسم أمنية المعلومات. سوف نوضح اليوم محاضرة بخصوص Malicious Introduction to Malicious Software اللي هي البرمجيات الضارة. كما موضح أمامكم Information Security Department المرحلة الثانية، تخص المرحلة الثانية فقط. الأوتلاين لهذه المحاضرة كما موضح أمامكم: What is malware? Classification of malware. Type of malicious software اللي هي ما هي البرمجيات الضارة، تصنيفات البرمجيات الضارة وأنواع البرمجيات الضارة. هنا عندنا صورة الكتاب المعتمد اللي هو Cryptography and Network Security كما موضح أمامكم المصادر المعتمدة من عنده. What is malware؟ ما هي البرمجيات الضارة؟ البرمجيات الضارة تمثل بشكل مختصر هي أحد برمجة الحاسوب صممت خصيصاً لإتلاف البرمجيات بدون إذن المستخدم، تتلف البرنامج بدون إذن المستخدم. النقطة الثانية، malware is general term for pieces of software اللي هو بشكل عام جزء من البرمجيات inserted into an information، جزء من البرمجيات الموجودة في أنظمة المعلومات تسبب أذى للنظام نفسه ولأنظمة أخرى or subvert them for use other than that intended by their owners. طبعا اكيد راح تسبب بدون اذن المستخدم، تسبب اذى بدون موافقه اليوزر. المالوير كان gain remote access to an information، راح ممكن البرمجيات الضاره توصل عن بعد الى انظمه المعلومات بواسطه كيف؟ بواسطه تسجيلها وارسالها الى طرف ثالث to third party without the user permission، بدون اذن المستخدم. or knowledge concealed that the information system has been compressed، بمعنى انه معلومات النظام راح يمكن تتضرر. Disable security measure damage the information system or otherwise affect the data and system integrity، راح تأثر اكيد على تكاملية النظام. نجي للسلايد الثاني، الميليشيا سوفتوير. انواع الميليشيا سوفتوير كما موضح امامكم: Need host program والindependent. Need host program كما موضح تصنيفات: التراب دور، لوجيك بومز، تروجان هورس، فيروس. الاندبندنت اللي هي تكون مستقله ذاتيا. نيد هوست بروجرام تحتاج مضيف، برنامج مضيف. اندبندنت مستقله ذاتيا اللي هي الورم والزومبي كما موضح امامكم. الفيروس والزومبي ار ريبليكيت. ما معنى ريبليكيت؟ اكيد الفيروس ممكن يكرر نفسه حتى يأثر على أكثر من نظام، إصابة أكثر عدد من البرامج، يستنسخ روح. واضح؟ نيجي classification of malware، تصنيفات المالوير، برمجيات الضارة. classified into two broad categories based on، تصنف فئتين حسب how it spread or propagates to reach the desired target، بمعنى كيفية الوصول إلى الهدف. اوكي، كيفية انتشاره للوصول الى الهدف. النقطة الثانية، the action or payload it performs once target reach، يعني اول شيء حددنا طرق الانتشار للوصول الى الهدف. النقطة الثانية، الاجراء شنو اللي راح نسويه حتى نوصل في حالة الوصول للهدف. النقطة الثانية، also classified by those that need host program كما موضح سابقا. Need host program such as a virus. الفيروس قلنا لأنه أكيد راح يسوي replicate الروح، يستنسخ نفسه حتى يصير أكثر عدد من البرمجيات. Those are that are independent اللي هي تكون مستقلة ذاتيا. Self-contained program مستقلة ذاتيا برمجيا، مثل الworm, trojan and bots. المالوير that does not replicate اللي ما تستنسخ نفسها، ما تكرر نفسها، اللي هي تروجان and spam email. المالوير that does replicate كما موضح سابقا الفيروس والورم. نجي الأنواع كما موضح أنواع الميليشيا سوفتوير. need host program أحد أنواعها هو الترابدور. الترابدور
أول شيء اللي هو Secret Entry Point into Program، هو محتاج نقطة دخول سرية للبرنامج. Allows that those who knows access bypassing usual security procedures، يعني راح يسمح للمستخدمين بالوصول إلى البرمجيات المعتادة. Have been commonly used by developers، يعني شنو راح تحتاج تستخدم المطورين. Create when left in production program allowing exploit by attackers، يعني راح تهدف تأثر على يعني المهاجمين، راح توصل لهم بشكل يعني مباشر. Very hard to block، تكون صعوبة كسرها بالoperating system الOS. Requires good software development and update، تحتاج تطوير وتحديث جيد للsoftware. واضح؟ النقطة الثانية اللي هي Logic Bomb، one of oldest type of malicious software، اللي هي أحد أقدم الأنواع malicious software. Code embedded legitimated program، اللي هي تتضمن رمز خاص بالبرنامج. Activated when specific condition met، تتحقق Logic Bomb صفتها تتحقق وقت إنه تحقق استيفاء الشروط الموجودة. مثل إيش؟ مثل presence absence of some files، غياب أو وجود بعض الفايلات. Particular date time، الوقت تسجيل الوقت. Particular user، يخص اليوزر المستخدم. When typically damage system، أكيد راح يسبب ضرر بالنظام، راح تحتاج modify delete file disk، ممكن نضيف نحذف فايلات وتأثر على الأقراص كذلك. نجي للنقطة الثالثة اللي هي شنو أحد أنواع malicious software، اللي هي Trojan Horse Need Host Program. Program with hidden side effect، تكون ذات أعراض جانبية مخفية. واضح؟ Which is usually superficially attractive، تكون عادة جذابة. مثل الجيم، مثل الأبجريد، الكراك، etc. إلى آخره. واضح؟ أمثلة عليها. When run perform some additional tasks، من البرنامج راح يمثل مهام إضافية، راح يخلي يسمح للأتاكر، راح يسمح للمهاجم للوصول بشكل غير مباشر للشيء اللي يملكه مباشر. واضح؟ Often used to propagate virus، راح يأثر أكيد على انتشار اليوزر. Or install backdoor، راح تثبيت الباكدور. Or simply to destroy data، أكيد بشكل مبسط راح يؤدي إلى تدمير البيانات. واضح؟ نجي للنقطة الرابعة، الزومبي. زومبي أكيد قلنا أحد أنواع ميليشيا software need host program. Program which secretly takes over another network computer، راح تحتاج إلى network computer. Then used to indirectly launch attack، أكيد راح توصلها بشكل، المهاجم راح يقدر يوصلها بشكل غير مباشر. Often used to launch distributed denial of service، تأثر على أنظمة DDoS attack. Exploit now flaws in network system، راح تأثر أكيد على أنظمة، العيوب الموجودة بأنظمة الشبكة، تأثر على العيوب الموجودة بأنظمة الشبكة. نجي للسلايد الأخير اللي هو الفيروس. كنا نعرف الفيروسات كما مثبتة أكيد يعني تهدف إلى تدمير الحاسبات. Term computer virus is often used to refer to malware in general، أكيد الكمبيوتر فيروس يشير بشكل عام إلى البرمجيات الضارة، أكيد هو فيروس رح يصيب البرنامج. Rather than just computer virus specifically، more recently the virus software fragment has been some form of scripted code typically used to support active content within data. هنا شو شغل الفيروس؟ راح يلقى شيء اكتف يستهدفه، اي شيء اكتف ضمن البروجرام راح يستهدفه ضمن البيانات، مثل المايكروسوفت وورد دوكيمنت، اكسل، ادوب بي دي اف دوكيمنت. نيجي الكمبيوتر فيروس is a piece of software، هو جزء من البرمجيات كما هو معروف عند أغلب الناس، that can infect اللي تصيب البرامج، infect the program or need any type of executable content،
تشوف المحتوى اللي لائمها by modifying them. أكيد راح تعدل عليها بطريقتها. The modification includes injection the original code to make copies. هنا شنو شغل الكود؟ راح يستهدف ال original code اللي هو الكود الأصلي، راح يستنسخ نفسه حتى يصيب أكثر عدد من البرمجيات الضارة. وبهذا السلايد أكيد راح ننهي محاضرة اليوم. شكرا جزيلا لحسن استماعكم.